سباكيل بنت وأخت وصاحبة وفولنتير موظفة بايكر دايفر، يعني مرة أحرص إني ما أحط نفسي في قالب معين عشان دائما أدي نفسي الفرصة أقدر أجرب أشياء مختلفة، وبعرف أشياء مرة كده متنوعة، وأحرص إنه ما أكون ملزمة بالعناوين اللي أحطها لنفسي عشان يديني حرية أقدر أجرب أشياء مختلفة، ولما أحس أبغى أغير الدور اللي بلعبه في حياتي أقدر. بس يمكن أكتر شيء يعني يعجبني وأنا عارف بنفسي إنه I'm a creator، أحب أخلق الأفكار، أحب I connect people مع بعض، يتواصل مع بعض، أحب أطور الأفكار، أحب يعني أحب أبني قصص من مثلا العزائم اللي أسويها أو من التجارب اللي أخوضها. لازم نغش. سحبت اللي ما شفته بس عشان يكون في الإحساس هذا حق السبرايز، حق المفاجأة. الوعي الذاتي، قديش أعرف نفسي، قديش أقدر أفهم مشاعري وأفكاري. الإنسان ما يعرف نفسه كيف يقدر يبيع نفسه، كيف يقدر يبيع أفكاره، كيف يقدر يتعرف على الناس المختلفة. إحنا نمر في الحياة بمواقف مختلفة، نحتاج نتوظف، نحتاج ندخل الجامعة، نحتاج أشياء. فعشان جيني هذه الأشياء أحتاج أبيع الفكرة إنه ليش أبغاها، كيف ليش أنا أستحق هذا المكان، ليش أنا أخذ هذه الوظيفة. ما أعرف، أنا أحس الوعي الذاتي كأنه نظارة وبس كده بعدسات مكبرة، بس تشوف إنسان، تشوف من الداخل ما تشوف. أحس كل ما عرفتي نفسك أو كل ما كان عندي وعي بنفسك أكثر، كل ما عرفتي تتقبل الأمور اللي حوالينك وتتقبلي نفسك. وبعدين ما التقبل جو قناعة، لأنه القناعة ما هي المرحلة الأولى، في layers، في طبقات تجي أول عشان توصل للقناعة. الدين. مرة صعب أختار، أحس وقرب يشرح لي صدري من أكثر آيات القريبة، لأنه دعاء، لأنه من الأشياء أنا أتمناها إن دائما ربنا ينير بصيرتي ويشرح صدري، وأحس هذه الأشياء كمان تجيب التوفيق والرزق. أنا عادتي لما ما أكون مبسوطة أسوي شيء مرة يخرجني من اللي أنا فيه عشان أقدر أشوف الأشياء بوضوح، وجزء من الكركبة اللي أنا كنت فيها إنه كنت ماني عارفة نفسي مظبوط، بالتالي ما كنت عارفة ربنا. ومرة كنت بدي يا رب تساعدني، أرسلي رسالة، أنا مرة أؤمن بالرسائل. ففتحت إنستغرام وطلع لي paid ad، مجموعة بتطلع على القمم، على 7 قمم، وكل فترة يطلعوا قمة، وكان يبالوا 6 شهور of preparation، ما كان شيء بسيط. بس مرة كنت أتذكر إنه الناس كانت تسألني أنت ليش بتسوي كده، وخاصة ماما وبابا، إنه ليش تبي تطلعي أعلى قمة في شمال أفريقيا، ليش تبي تسوي في نفسك كده. وأتذكر أول جواب قلته إنه بدوي على ربنا. كم مرة في لخبطة جوتي، يمكن كمان جزء من المراحل اللي عديتها، كنت في مدرسة تحفيظ، بعدين رحت انترناشنال ودرست فترة في سويسرا في الصيف، بعدين دخلت الجامعة، الناس عندها عادات مختلفة وقيم مختلفة وكذا، الصح ما صار واضح والخطأ ما صار واضح، ومرة صار في رمادي كتير. هذا كانت مشكلتي، كان مرة في رمادي كتير، وفعلا مرة فرق، لأنه 3 أيام بنمشي ما في سوشيال ميديا، ما في جوال، ما في إرسال، ما في ولا أحد غير
نفسي والكلام الداخلي جالسة أتكلم فيه مع ربنا، الحوار الداخلي كان بيصير بيني وبين الله، بين دعاء ومناجاة وطلبات وأحلام. فلما رجعت طبعا لقيت ربنا، ولما رجعت كتبت على جدار غرفتي لله طرائق بعد الأنفاس الخلائق. شخصي علاقتي مع الأكل ما هي مرة علاقة صحية. وأحس هذا الموضوع يعني مرة يسبب توتر لي، مو لي حتى، لي أنا كشخص. فأنا I emotional eat ومرة أعرف، ودحين وصلت لمرحلة إني أشوف نفسي أنا كأنا زعلانة فجأة اشتهت بيتزا، أشوفها من قبل ما تيجي. خلاص وصلت لمرحلة إن أنا مرة واعية إنه هذا الشيء دحين جاي كده سنيكس، فنفسي أبطل. وأقدر أقول إنه 40% أنا أحسن من أيام مثلا المدرسة، بس ماني 100%، وما أعرف لو عمري حكون 100%، بس حقيقة نفسي أبطل. أي موش مريت